اليوم سأحاول أن أكمل أيضا سلسلة الحيوانات الأليفة لايتس بيتس. ها هو ستاند الإصدارات الجديدة، انظروا ما أجمل هذا الستاند. انظروا إلى صورة جروفي بيب تقول تيك أ سيلفي. سوف نأخذ سيلفي هنا. ها هي. يا لها من فكرة جميلة، لكنها على جروف بيب أجمل. حسناً، دعونا نبحث عن الحيوانات الأليفة. لقد أكملنا هذه المجموعة، وأيضاً هنا يوجد لايتس جليتر. أين هي الحيوانات الأليفة؟ ها قد وجدت صندوق الحيوانات الأليفة. فقط يوجد ثلاث كرات. حسناً، سوف أحضرها وأرى حظي بهذه. أتمنى أن أحصل على حيوانات جديدة. تشاهدون قناة Kids Toys by Amoon. ها قد جئت بالكرات. ما هذا يا أمون؟ منذ الصباح ونحن ننتظرك وأنت فقط أحضرت ثلاث كرات. واو، نعم أنتم ثمانية تحتاجون إلى ثمانية كرات، لكن هذا الذي وجدته في المتجر. ما هي الحيوانات الأليفة التي حصلت عليها؟ فقط حصلت على ثلاث شخصيات من هذه القائمة. أتمنى الحصول على شخصيات جديدة، لا أريد الحصول على شيء مكرر. هيا لنرى من سوف يحصل على حيوانه الأليف أولا. ها هو المسج. هذه الشخصية تحب أن تمشط شعرها. الكرة البرتقالية، كرة حمراء، وها هو المسج. واو، حصلت على مسج مكرر. لا أتمنى الحصول على شيء مكرر، أريد الحصول على أشياء جديدة. ها هي الكرة باللون الأحمر. ها هو، واو، أيضا نفس المسج، ثلاث كرات بنفس المسج، لكن هذه المرة كرة شفافة. ثلاثة كرات بألوان مختلفة لكن بنفس المسج. نرى. ها هي. يا لهذه الشخصية الجميلة. يا ترى لمن هذا الحيوان الأليف؟ أنا أيضا سوف نزيل هذا. واو، الذي حصلنا عليه. يا ترى لمن هذا الحيوان الغريب؟ ها هي الشخصية التي حصلنا عليها، روبو كيدي. إنها قطة، لكن لمن هذه الشخصية؟ إنها تذكرني بألعاب التايني تويز. ها هي ألعاب التايني تويز. إن علمتم لمن هذه القطة، أخبروني عبر صفحتي على الفيسبوك أو على الإنستغرام. ها هي حافظة الماء. وها هي نظارتها. إن هذه النظارة تذكرني بنظارة دانسر. أيعقل أن تكون هذه القطة لدانسر؟ أسود، قلبين باللون الأسود وواحد باللون الأبيض، وآخر شيء ها هي إضاءتها. هيا انظر إلى هذه الشخصية كيف تضيء في الظلام. يوجد هنا قلب وحرف يو، love you. انظر إلى شكل هذه القطة، وهنا يوجد قلب. حصلنا أيضا على شيء جديد. هيا أيتها القطة الجميلة. واو، يا لهذا اللون الجميل. كون. واو، أيضا قطة في غاية الجمال. وها هو الشعر. انظروا إلى هذا، نستطيع أن نضعها وصلاته مثلا إذ أحبت دازل أن تغير بتسريحة شعرها وتضع
ما رأيكم بشكلها؟ انظروا، تمتلك خصلة شعر باللون الوردي وهنا باللون البرتقالي. يا ترى لمن هذه القطة؟ بالعودة إلى القائمة، ها هي، اسمها فيرلي كيدي. يا ترى لمن هذه القطة؟ ها هي أحذيتها، وها هي حافظة الماء، ها هي ثيابها. أيعقل أن تكون هذه القطة ليليث؟ وأخيرا قد علمتم لمن هذه القطة. انظروا إلى لون الشعر، هنا يوجد لون وردي وهنا أيضا يوجد لون وردي. إنها قطتك. وأخيرا أنا ولاذر سوف نفرح بها. لكن لا أدري، هل لاذر يحب القطط؟ واو، شركة الألؤل لم تنسى ليس بقطة جميلة. وها هو المشط باللون الذهبي، وها هي كليبسة الشعر، أعتقد كليبسة أخرى باللون الوردي. واو، قطة أنيقة وجميلة، وأيضا هذه القطة تلمع. انظروا إلى الشعر كيف أصبح لونه باللون الوردي، وهنا أصبحت باللون البرتقالي. جميلة جدا قطتي، شكرا لك. نحن واقفون منذ الصباح ولم يحصل واحد منا على حيوانه الأليف. حسنا، دعونا الآن نرى الكرة الأخيرة ونرى من منكم سوف يحصل على حيوانه الأليف. واو، حصلت ميدل بيب على حيوانها الأليف. ها هو حيوانك الأليف من لون الفراء قد علمت. وأخيرا حصلت على قطتي. الفراء ناعم جدا. هيا لنرى. نعم إنها قطة. هيا، ها هي قطة ميدل بيب. واو، انظروا إلى تسريحة قطة ميدل بيب. يا لهذه التسريحة الغريبة. قطتي، وأخيرا حصلت على حيوان أليف. إلى القائمة، ها هي القطة واسمها ميدل كيتي. شخصية تتبدل في الماء البارد أو الدافئ. هذه الشخصية أيضا هي شخصية نادرة جدا. ثيابها، ها هي الثياب، تشبه ثياب صاحبتها. وها هي الكليبسة الأخرى، قطعة بيتزا. وآخر شيء الإضاءة. جاء دور قطة ميدل بيب. لا يوجد شيء يلفت النظر. لقد لفتني الصندوق الذي أحضرته، أيضا يضيء في الظلام. انظروا، واو، كل شيء يلمع. لنرى التبدل. لا تتبدل في الماء البارد، أعتقد بأنها تتبدل في الدافئ. ها هو الماء الدافئ. لنرى. نعم، إن قطتها تتبدل في الماء الدافئ. أصبحت لميدل بيب قطة. هذا واحد، ها هي قطتها الثانية. كم أنت محظوظة يا ميدل بيب. حصلنا على 6 شخصيات من مجموعة اللايت بيت، وتبقت لدينا فقط 6 شخصيات وننهي هذه السلسلة. أنا أحببت أكثر شيء هذه القطة لأنها لهذه الشخصية. وأنتم يا أصدقاء، أي من هذه الحيوانات الأليفة أعجبتكم أكثر؟ ضعوا ذلك في كومنت. ألقاكم في حلقة أخرى، مع السلامة. أنا يا أصدقاء
أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة أخرى من ألو أنسبرايز.